ماما انا بجد خايفه قوي. متقلقيش يا يونجي يا حبيبتي، ان شاء الله تعملي العمليه وتخفي، وبعدين مفيش اي حاجه تقلق. انت متاكده من اللي انت هتعمليه ده يا ماما؟ ايوه طبعا. انا سيونجي. نعم. انت جاهزه؟ ايوه طيب يلا. تمام. يونجي. ايه يا ماما متقلقيش. تمام تمام انا سيونجي، بتهريش ان شاء الله هنعمل العمليه ومش هتحسي باي حاجه. طيب. ماما ويونجي اتاخروا قوي. ايوه فعلا. هما فين؟ انا مش عارف، ماما نزلت هي ويونجي ما قالوش انهم رايحين فين. طب ربنا يستر، زمانهم جايين. الساعه داخله على 12 بالليل ولسه ما جوش. هيجوا امتى يعني؟ انزل ادور عليهم. وهتسيبني هنا لوحدي؟ طب تعالي معايا. طب لما بابا يجي وملاقيش حد في البيت هيقلق علينا. خلاص نستنى لحد ما بابا يجي وبعد كده انا اروح. طيب. ازيكم يا اولاد؟ بابا اخيرا جيت. ايه ده، في ايه؟ بابا ماما ويونج طلعوا وما عادش جم تاني، وتاخروا والوقت اتاخر. لحد دلوقتي لسه ما جوش؟ ايوه. واحنا صراحة قلقانين عليهم، وكنا مستنيينك لحد ما تيجي علشان انا انزل ادور عليهم. استنى انا جاي معاك. تيجي معايا ازاي وهنسيب عشان هي هنا لوحدها؟ طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ اقعد هنا؟ ايوه اقعد معاها انت يا بابا، وانا هنزل ادور عليهم. ده الموبايل بيرن لما رد كده، ده رقم غريب. طيب ردي. الو الو يا شنهي، ايه ده انت فين يا ماما؟ انا دلوقتي بعمل عملية لاختك. ايه ازاي يعني وليه؟ ايه اللي بيحصل يا شنهي؟ استنى بس، تعالوا دلوقتي كلكوا على المستشفى وانتوا تعرفوا كل حاجة. طيب احنا جايين. فيا يا بنتي؟ يونج بتعمل عملية يا بابا. ايه بتعمل عملية ليه؟ ازاي يعني؟ انا زيكم مش فاهمة اي حاجة، دلوقتي لازم نروح المستشفى. ماما اخيرا جيتوا. ماما مالها يونج يا ماما وبتعمل عملية ليه؟ يونج بتعمل عملية تجميل. ايه عملية تجميل؟ ازاي يعني عملية تجميل يا ماما وليه؟ علشان الناس اللي بتتنمر عليها ما عادش تتنمر تاني. انتي متأكدة من اللي انتي عملتيه ده؟ ايوه، والدكتور قال في امل من حالتها. متقلقوش، كلها 6 ايام ويونج هتخف. بجد يا ماما؟ ايوه. تفتكر ايه اللي هيحصل لما سهو يعرف؟ سهو؟ اه صحيح، سهو انا ما عادش بشوفه في المدرسة خالص. حتى ان في اولاد عندنا في المدرسة بتقول ان سهو سافر. سافر؟ علشان كده يونج بقالها شهر ما عادش بتجيب عنه سير. بس هخليه مثلا سافر، الا هخلي يونج تسكت وما عادش تجيب عنه سير. ده 24 ساعة قرفاني بيه. يمكن انفصلوا عن بعض ولا حاجة. ايه انفصلوا ازاي يعني؟ الله اعلم. بعد ما تخف من العملية اللي بقى مفتاحها في الموضوع. طيب دلوقتي نتصل بيه ولا لا؟ انا من الافضل ما نتصلش بيه ولا نقول له اي حاجة، الا يكون انفصلوا واحنا ما نعرفش. وبعدين خليهم ينفصلوا، لما نيجي نكلم سهو ويجي يونش مش هتبقى حابة تشوفه. ايوه فعلا معاك حق، خلاص احنا مش هنتصل بيه. طيب. غريبة يعني يونج ما جيتش النهاردة. أيوة صحيح، يونج ما جيتش، ومن بدري عمالة تتصل عليها وموبايلها مغلق. يمكن لسه زعلانة من اللي حصل امبارح. لا أكيد يعني، وغير كده امبارح يونج كانت بتضحك معايا وعادي كل حاجة تمام عندها، يعني ما كانتش زعلانة. يمكن عندها ظروف، الله أعلم. إيه الظروف اللي هتخليها تقفل موبايلها؟ الله أعلم، ربنا يسترها. ايه ده يونج ما جتش النهارده المدرسه؟ يا ترى ايه اللي يحصل معاها؟ انا قلقان جدا عليها بسبب اللي حصل امبارح. طب لما اروح اسال يونا كده اشوفها ليه غايبه النهارده. يونا. نعم سجون، في حاجه؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل.
أمال فين يونج؟ يونج مش عارفة والله. ازاي يعني، انت مش صاحبتها؟ ايوه صاحبتها، بس برن عليها موبايلها مغلق. وانا كمان برن عليها موبايل بتاعها مغلق. انا بقول ممكن تكون زعلانة من اللي حصل امبارح. لا يا جماعة والله العظيم كانت بتضحك معايا، كل حاجة كانت مية مية امبارح، مفيش اي حاجة. وكمان سألتها اذا كانت هتروح مدرسة بكرة ولا لا، قالت لي اه، والنهاردة ما جيتش. طيب تمام، شكرا يا يونا. العفو. همشي انا بقى. استنى. ايه؟ لو يونج اتصلت عليك ولا فتحت الموبايل ارجوك وبقولي على طول. طيب. يا رب، ايه السبب اللي خلاها تقفل الموبايل؟ وليه غبت النهاردة يعني؟ انا شاكك ان في حاجة. هيا يا شباب. اهلا اهلا سجون، تعالوا اقعد. طيب امال فين حبيبتي القلب؟ بقولك ايه، انت تسكت خالص علشان انا مخنوق دلوقتي، ولما سكتك هضربك. الله الله الله، في يا عم مالك بتعصب عليا كده؟ باين في حاجة. ايوه ايوه، يمكن عشان حبيبتي القلب ما جيتش النهاردة. ممكن ترزلين اوي، انا مش فاهم ايه ده. وبابا القلب ابتدى يحن. ايوه ايوه. ايه ده، ده المدرسة كلها روحت. ده انا سعيد في لعب الكورة ونسيت ان المدرسة كلها روحت. خلاص لما اروح انا بقى. ايه ده، ده سهو. لما ارد كده الو الو سجون. سهو في سجون، حصل شوية مشاكل في الورق السفر بتاعي، فيضطروا يأجلوا السفر بتاعي لمدة اسبوع، يتأكدوا يعني من الورق. طيب يعني مش هتيجي الا بعد اسبوع بالظبط؟ طيب سهو، بس يا ريت تحاول تستعجل شويه. طيب انت قول لي دلوقتي، يونج عامله ايه؟ الحمد لله هي كويسه. هي معاك دلوقتي؟ لا، كل اللي في المدرسه روح. وبعدين اصلا يونج ما جيتش النهارده المدرسه. ايه، ما جيتش ليه؟ سهو في حصلت حاجات كتيره وانت غايب. ايه اللي حصل؟ ده محتاج قعدة طويلة. مش مشكلة يا سجون. قولي. بس يا عم ده كل اللي حصل. الجزمة سجين، كنت عارف انها تعمل كده. بس ارجع بس من السفر، والله العظيم لا خليهم يمشوا على العجين ما لخبطوش. ومين اللي قالك انت لما ترجع هتلاقي سجين اصلا؟ امال فين يعني، هتكون غارت في انهي ده؟ يا عم سجين باباها طلق مامتها وسافروا انجلترا، يعني مش هرجع خالص. فانت رايح نفسي، ما عادش هشوف وش سجين تاني. احسن برضه بجد سجون، ما عادش قادر استنى اكتر من كده، عاوز اشوف يونج، وحشتني. وانت كمان وحشتها جدا سجون. بقولك ايه، هو احنا كده صالحنا وكل حاجه تمام؟ لا. ليه يا عم، وانا بكلمك وانت بتكلمني عادي اهو. هو انا الصراحه طلعت انا اللي غلطان. ايه ازاي يعني؟ هو انا رحت لمركز الشرطة وقلت له يكمل في قضية موت صاحبنا ده ويشوف مين اللي عمل كده، وانا كنت فاكر انك انت اللي عملت كده، بس طلع يعني عمل حادثة غصب عنه. كبر الحادثة دي من الاخر. شفت دايما ظالمني ازاي؟ طب والله المفروض انا اللي ازعل منك بقى. سنتين يا مفتري، سنتين كاملين وانت فكرني انا اللي غلطان. طب قولي انت دلوقتي، انت اللي زعلان مني وتصالحنا ولا لا؟ اقول ايه يعني، اكيد تصالحنا، ومع ان المفروض انا ازعل منك، بس خلاص انا مسامحك. وانا كمان اسف على اللي انا قلته لك، ولما قلت لك تبعد عن يونج انا اسف جدا. لا عادي، انا عارفك عبيط وكل ده كان هزار. ايه، بقولك كل ده كان هزار. ايوه كان هزار، انا مش بحب يونج وبضحك عليك. طيب يا عم سلام بقى، عشان ورايا شوية اوراق اخلصه. طيب سلام. انا اسف سهو، كان لازم اكذب عليك، بس انا فعلا بحب يونج.
سو اتاخر اوي. لما اصل كده طيارتها بتيجي امتى؟ لو سمحت، نعم حضرتك، في حاجة؟ هو طيارة اللي هتيجي من أوروبا هتيجي امتى؟ إن شاء الله بعد 5 دقايق. طيب، ايه الرقم الرزل ده؟ عمال يرن عليا كده ليه؟ لما اشوف كده، الو الو سجون، انت فين؟ انا فين؟ انا في المطار. بتعمل في المطار دلوقتي؟ انت مش عارف اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ اهو وبعدين ملك كده، هي يونا عرفتك وجيت تطلع عرفك عليا ولا ايه؟ ملك يا ابني. يا عمي وانا مين؟ انا دلوقتي في البيت وهطلع على طول على المستشفى. ليه يعني؟ يونا جابت لك السكر ولا ايه؟ ظريف. لا يا عم، اصل في شويه ولاد سمعتهم بيقولوا ان يونجا عملت عمليه، وكمان بيقولوا ان العمليه فشلت. ايه؟ يونجا عملت عمليه؟ وليه؟ وازاي فشلت يعني؟ اتريها من اسبوع ما عادش بترد على مكالماتنا ولا عاد بتيجي من المدرسه. اهو مستنيني هناك، ما طلعش واطي وسابني ومشى. سجون، اهلا. سو، ايه يا ابني مالك؟ سو يونج. يونج مالها يونج؟ وقتولي حصل لها حاجه. يونج عملت عمليه وفشلت. ايه؟ عملت عمليه ازاي وفشلت ليه؟ وايه العمليه دي اصلا؟ وما قلتليش ليه؟ انا لسه عارف الخبر دلوقتي. سجون، يلا بينا على المستشفى. استنى، انت لسه جاي من السفر وتعبان، مش هينفع. سجون، مش وقته. بس كده يا اليسا يونج، دلوقتي هجيب لك المرايه عشان تشوفي شكلك. طيب ماما، شكلي بقى عامل ازاي؟ شكلك ماما، العملية ما نجحتش صح؟ شكلي لسه وحش؟ شكلك اتغير خالص يا يونج، شكلك بقى حلو جدا يا بنتي. ايه ده بجد؟ انت ما قلتش ليه من بدري يا ماما؟ ما في مرايه اهي. الله، ده انا شكلي بقى حلو قوي. شكلي بقى عامل ازاي وانا حاطه مكياج؟ انا بجد مش مصدقه نفسي. يا اختي موزه، الله الله الله، في يا ماما بتعيطي ليه؟ قلت في حد بيبقى مبسوط بيعيط يا ماما؟ فرفشي بقى فرفشي. الله، قسما بالله هعيط انا كمان. طيب دلوقتي بقى قولي لي ايه رايك؟ ما شاء الله يا ماما، الدكتور ده شاطر قوي، وكمان شفت شكلي اتغير ازاي؟ مش مصدقه نفسي لحد دلوقتي. ماما، هو نخرج من المستشفى النهارده؟ ايوه ان شاء الله. يس، واخيرا. ربنا يفرحك دايما يا بنتي. شفتي يا اللي منك لله، راحت علينا اهم لحظه في الحياه دي كلها، كنا عاوزين نشوف يونج اول ناس. وانا اعمل لك ايه يعني؟ تعملي ايه؟ انا بعد كده معاش هستناكي تاني. هو انتوا لسه تتعاركوا؟ انا هدخل. عنك ما استنيت. ايه ده؟ خلاص مش مهم، عادي يعني، ماما الوحيده اللي شافته والدكتور. ما شاء الله يا يونج، شكلك اكنك حاطه مكياج بالظبط. ايوه شفت، حلو قوي يا يونج. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا يونج. الله يسلمكم كلكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت مين؟ انا صاحب يونج. ايوه اتفضل. ايه ده، مين هو انت؟ يونج بقى كده يا يونج، تعمل العمليه من غير ما تقول لنا؟ وبعدين عمليه اللي انت عملتيها دي؟ ايه ده بس، عرفني مين اللي قالك ان انا عملت عمليه؟ سمعت شويه ناس كده بتقول. ايوه طيب. طب في حد غيرك يعرف؟ سجون بس. بس ده اللي انا اعرفه، انا قلت سجون بس. ايوه طيب، بس انا بجد زعلان منك يا يونج. خلاص انا اسفه والله، ما جاش الوقت المناسب اللي انا اقول لكم. على العموم، بدل ما تيجي بقى تقعد تزعقلي وكده، قولي الف سلام عليك. الف سلام عليك يا ستي. الله يسلمك. بجد يا يونج، انت مش عارفه ازاي يونا قلقانه عليكي. بجد وحشتني، هي عامله ايه؟ طيب يا اولاد، نسيبكم بقى تتكلموا شويه. طيب يا ماما، تعال بقى اقعد. اقعد ايه؟ ده انا همشي. هتمشي بسرعه كده؟ ده انت لسه جاي. طيب ستي، عشانك هقعد كمان 5 دقايق. طيب
قولي بقى، هو يعرف؟ يعرف ايه؟ يعرف اللي انا عملت عمليه؟ الصراحه لا، محدش فينا قاله. احسن، مش عايزه حد يقوله. يونج، انا عاوز اعرف ايه اللي حصل ما بينك وما بين سهو. الصراحه انا في سهو انفصلنا. ايه؟ ايوه. ليه يا يونج؟ ايه اللي حصل كده؟ هحكي لك على كل حاجه، بس وعد ما تقولش لحد. طيب، هي دي المستشفى صح؟ ايوه، يلا بينا بسرعه. سهو سهو، فين يونج؟ يونج جوا سهو. بس اهدى الاول، ايه اللي جابك؟ هو انت مش كنت مسافر؟ مش وقته يا شنهي، انا عاوز دلوقتي اشوف يونج. طيب اتفضل من هنا. طيب هلا، كمان استناني. الله، ايه اللي بيحصل؟ ومين سهو ده؟ اقول لها؟ قولي لها، كده كده هتعرف. ماما، انتي عارفه المغني يونكي؟ ايوه، ده المغني اللي انا بعشقه. اهو ده يبقى ابني بقى، سهو ده يبقى ابني. يا نهار ابيض، ابن المغني اللي انا بحبه المشهور هنا، وانا ما خدتش توقيعه؟ ازاي؟ اهدي بس يا ماما، توقيع مين؟ هو انا بقولك ابوه هنا؟ انا بقولك ابنه. ايوه، ما انا عارفه من هياخد رقم موبايل ابوه منه. انا حاسس بيك والله يا بابا. اهدت، شفت؟ عشان تعرف انا ليا الجنه بس، امك ديت عاوز تترمى في نار جهنم. انا زهقت من الست دي. يا ماما اهدي بس، هو انا بقولك كده عشان تطلعي تجري؟ هحكيلك على كل حاجه. ايوه، انا عاوز اعرف ايه الواد ده علاقته بيونج. اقعدي بس واحكيلك. طيب بس كده، ده اللي حصل؟ ايوه، انا ماليش ذنب في اللي حصل. ايه ده سهو، انت بتعمل ايه هنا سهو؟ انت رجعت من السفر بدري كده ليه؟ هو انت مكنتش عاوز نرجع؟ لا بس نستغرب يعني، انت ازاي عرفت ان يونج هنا في المستشفى بقى كده يا صاحبي؟ تقولي سجون ما تقوليش. معلش يا سهو، والله العظيم لسه عارف دلوقتي، ويا دوبك لحقت اتصل على السجون واقول له، وانا مكنتش عارف اعمل ايه اول ما قالولي ان عمليه يونج فشلت، بس الحمد لله نجحت. ده ايه اللي جابه ده؟ هي ناقصاه؟ بعد اذنكم. طيب اتفضل. يلا يا نسا عشان نكمل القلعه. طيب بس كده، تقدري تخرجي دلوقتي. حاضر. خلاص مش مهم دلوقتي، عاوز اتكلم انا ويونج شويه. طيب انا كده كده مروح، تيجي معايا سجون؟ هطمن بس على يونج وبعد كده اروح معاك. طيب يونج، انت كويسة؟ ايه الحمد لله كويسة. كده يونج ما تقوليليش. والله العظيم ما كانش فيه وقت ان انا اقول لكم. انا انت ايه يا يونج؟ انت قلقتنا عليك. طيب خلاص مش مشكلة، دلوقتي قولي لي انت عاملة ايه دلوقتي. الحمد لله كويسة. يعني هي كده كده العملية نجحت وكل حاجة مية مية؟ ايوه. طيب الحمد لله. اسيبك بقى انا يونج. طيب يونج، ايه اللي رجعك من السفر؟ ها، وايه اللي جابك هنا اصلا؟ يونج انا كنت، انت كنت ايه؟ ها، انا مش عايزه اسمع منك كلمه من بعد النهارده. دلوقتي تفضل تروح عادي وانسى كل حاجه كانت ما بيننا. خلاص يونج، فهمي بس انا عملت كده ليه، مش عاوز اعرف. ايه اللي حصل؟ هخلي معاكي الشنطه دي وانا هروح اصلحها. يلا يا ماما، يلا يا بابا عشان نروح. طيب استني بس يا يونج. عليك قمر، زي يا بابا بالظبط. في ايه يا سهو؟ قولي بس، لو البنت دي مزعلك والله العظيم هطلع لك عينيها عادي. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبي. في ايه يا بنتي يا يونج؟ ايه اللي بيحصل؟ مجرية وراكي سهو ليه؟ ماما يلا عشان نروح. ونروح نسيب الراجل واقف ولا ايه؟ مع الاول. ولا اقول لك يا سهو، تعال اقعد معانا شوية. ايوه. لا يا ماما، سهو مش عاوز يقعد. انا موافق.
حبيبي والله. يلا معانا على البيت. وصلك انا بالعربية بتاعتي. طيب سهو قلت لك سيب ايدي وما عادش ما بيننا حاجة، انت بقى علاقتنا. وهل انت تعمل ايه عندنا؟ ها هو مش احنا انفصلنا خلاص؟ مين قال كده؟ انت محصلش على اعلى فكرة. انت لو تسمعيني بس هحكي لك ايه اللي حصل واللي انا عملت كده. مش عاوز اسمع منك حاجة، اللي انت قلته مش محتاج شرح وكفاية بقى لحد هنا. معلش البت والله العظيم قللت الذوق شوية. لا عادي. طب يلا بينا بقى ننزل على العربية. يلا انزلوا، هنحسس ماما فتح حضانة. يلا يا جماعة ننزل. تعال بقى اقعد. في ايه؟ احنا مش هننزل معاهم؟ هما هيسبقونا على العربية واحنا ننزل وراهم على طول. طيب ايه اللي حصل ما بينك وما بين يونج؟ وانا هصلح كل اللي حصل. صراحة انا فعلا غلطان ويونج ملهاش ذنب في اللي حصل، بس كان لازم اعمل كده. هحكي لك على كل اللي حصل، بس توعديني تخلي يونج ترجع زي ما كانت. اوعدك يا ابني. اكيد انا اتمنى لكم السعادة النهاردة قبل بكرة. طيب هحكي لك على كل اللي حصل.